يعني هي أساس بالحياة الحلاقة مثل أي شيء. لا الواحد ما بيستغني إلا ما بده يحلق، لو طول بعد سنة مثلا بده يحلق الواحد. وأنت لو بتحلق لواحد ويطلع مثلا من عندك مبسوط ومكيف، أي أنت بتنبسط، الواحد نفسه الحلاق بنبسط، إنه شو غيرت بشكله للبني آدم، إنه فرحته. خاف انه ما نرجع بنوب على سوريا، انه معقول نضل هون او نطول او شيء؟